40 يوم مع المتعة مع الجمال هنا في العالمين. بصراحة أجواء أكثر من رائعة زي ما حضرتك شايفة، وبصراحة أنا استمتعت جدا بالنجوم. بصراحة في منهم لعيبة المفروض يكملوا لسه يلعبوا لحد دلوقتي. إن شاء الله أجواء جميلة جدا، كل يوم في جديد عندنا من فن ومسرحيات ونجوم عالميين موجودين معانا هنا، ماتشات رياضيين. أكتر لعيب لفت نظري الصراحة عبد الستار صبري، يعني أنا ما لحقتوش بس لا ما شاء الله عليه يعني بجد. مباراة حلوة قوي ومش بيفرق معايا مين بيخسر ويكسب، بس الكورة يعني هي مكسب وخسارة، وأنا انبسطت قوي وشفت أجوال كتيرة قوي وما فيش أي تعصب الصراحة قوي بقى، وكل اللعيبة انبسطوا. اتفرجت على ناس عمري ما شفتها وانا صغيره، يعني كانوا اساطير وانا صغيره، فالصراحه لا اتبسطت اني اتفرجت على لعبهم وانا كبيره يعني، وفهمت يعني كانوا بيلعبوا ازاي زمان. هي بصراحه حلوه قوي. انا بصراحه في الاول كنت بشجع منتخب الاهلي والزمالك، بعد كده شجعت التانيين عشان كانوا احسن بكتير بصراحه وكانوا كويسين جدا. الحقيقه انا استمتعت جدا بالمباراه، وخصوصا ان فيها نجوم كتيره فعلا اساطير الكوره في مصر، يعني اعتقد كل الناس اللي جايه دي ما كانش هممها مين الفريق اللي هيفوز، ولكن هممها انها تشوف النجوم اللي هم طول الوقت كانوا بيروحوا ماتشاتهم زمان. فالحقيقه الاجواء في العالمين الجديده مبهره.